الصبح لقينا الشباب كل اللي أمة محمد كلياته هون. الذي بدا المشروع من فكر به ومن خططه. ايضا هناك اسئله علاقة، هل هناك دور لاحد في مصلحه السجون؟ هل تعاون معهم اطراف اخرى؟ هناك اسئله تتعلق بالمساعده، هل تركوا مساعده في الخارج؟ ربما الان يعني يتضح انه لا، ولكن هذا لا يمنع انه 5 ايام دون اكل او شرب مظاهرهم يوحي بانه يعني لابد انه كانوا في مكان ليس في خلاء او منطقه مقطوعه كما يتضح يعني، وبالتالي ربما هناك من ساعدهم. هذه يعني ربما اهم الاسئله.